مركز الميزان تأسس عام 1999 على يد نخبة من المحامين والقانونيين جمعتهم هموم الوطن والمواطن حول فكرة حماية حقوق الإنسان الفلسطيني من الانتهاكات، وكذلك نشر الثقافة الحقوقية والقانونية. الميزان تم إنشاؤه في العام 1999. كانت الفكرة الأساسية هو أن الميزان يتناول مجموعة الحقوق الأخرى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية إضافة للقضايا الأساسية ذات الطابع السياسي والمدني. ويعني أيضا كانت الفكرة هي مزيد من العمل مع المواطنين في المناطق المختلفة، يعني بدل أن يصل المواطن إليك يجب أن تصل إليه. يمكن هذه كانت الأفكار الأساسية، ولكن في الانتفاضة بعد سنة سنتين من عمل المركز اندلعت الانتفاضة الجديدة، الانتفاضة الثانية، وقلبت الطاولة رأسا على عقب، وأصبحت الأولويات ليست ذات معنى كبير، وبالتالي أصبح المركز يتناول كل قضايا حقوق الإنسان دون أي تركيز على مجموعة حقوق دون الأخرى. المركز كانت بدايته في جباليا، ثم الآن أصبح مقره الرئيسي في غزة، وله فروع في جباليا وفي رفح، يتناول العديد من القضايا والخدمات. يسعى المركز إلى الإسهام في إرساء مقومات الممارسة الحقوقية في فلسطين وتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونشر الوعي بها في مختلف شرائح الشعب للوصول إلى وطن يحترم حقوق الإنسان ويتمتع فيه المواطن بكافة الحقوق في مناخ تسود الحرية والعدالة والمساواة. نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان ورشة عمل تخصيصية في مقره بمدينة غزة، تناولت آلية مواجهة التشريعات العنصرية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمشاركة ممثلي الهيئات الحقوقية وعدد من القانونيين والمختصين في هذا المجال. أناقشت الورشة مجموعة التعديلات والقوانين العنصرية التي سنها الكنيسة الإسرائيلي والأبعاد القانونية لهذه التعديلات على حقوق الفلسطينيين وأليات مجابهة هذه القوانين للخروج بمجموعة من التوصيات والخطوات العملية الواجب اتخاذها على المستويين المحلي والدولي لمجابهة هذه القوانين. ومن هذا المنطلق فإن المركز يعمل على توثيق ومراقبة الانتهاكات للحقوق الأساسية الذي يشكل عنصراً أساسياً في عمل منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، كما يتيح المركز المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في بناء قدرات المجتمع ونشر الوعي لدى الفئات المختلفة في مواضيع أساسية تخص مفاهيم وقيم حقوق الإنسان والديمقراطية والقانون الدولي وسيادة القانون. المركز من حيث الهيكلية ينقسم إلى عدد من الوحدات.
تشكل وحدة البحث الميداني عمودا فقريا للعمل في مجال حقوق الإنسان، ليس فقط بالنسبة لمركز الميزان بل لكل المراكز الحقوقية، لأنه العمل الحقوقي في الدفاع عن حقوق الإنسان يستند بالدرجة الأساسية على المعلومات المحققة والمدققة والموثوقة، وبالتالي المعلومة هي لحظة البدء في أي نشاط يمكن أن تقوم به منظمات حقوق الإنسان. لذلك فوحدة البحث الميداني تكتسب هذه الأهمية من هذا المنطلق. طبعا الميزان منذ تأسس لدي وحدة البحث الميداني تضم 5 باحثين في كل محافظة من محافظات قطاع غزة، هناك باحث ميداني يتولى أعمال الرصد وجمع المعلومات المختلفة في منطقته أيا كان الانتهاك، يعني أيا كانت الجهة التي تقف وراء الانتهاك، سواء جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو الانتهاكات الداخلية لجملة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى معالجة ومدخلة بيانات تقوم بإدخال كافة أنواع البيانات التي جمعت، سواء إفادات مشفوعة بالقسم أو استمارات أو حتى غيرها من مرفقات كالتقارير الطبية والصور والتقارير الإعلامية وما إلى ذلك. تعمل وحدة المساعدة القانونية في مركز الميزان لحقوق الإنسان على تقديم العون والمساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بداية من خلال ملف قوات الاحتلال، حيث تقوم بتقديم المساعدة القانونية والعون لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تقوم بانتهاك مجموعة من حقوق الأشخاص المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، منها الحق في الحركة والتنقل من خلال منع هؤلاء الأشخاص من السفر للتزاور وزيارة أقربائهم في الضفة الغربية، ثانياً عبر ملف العلاج في الخارج، وهو عدم السماح للحصول لهؤلاء المرضى على تصاريح للسفر وانتهاك حقهم في الحق في العلاج، إضافة لعمليات الاعتقال بعض المرضى ومرافقينهم أو اعتقال المدنيين عن مناطق الحدودية لقطاع غزة. فيقوم المركز بمتابعة هذه الشكاوي وهذه الانتهاكات بما يستلزم من إجراءات قانونية وفقا للقانون الدولي الإنساني ومفاهيم وقوانين حقوق الإنسان والشرعة الدولية. هدف العمل في وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في مركز الميزان لحقوق الإنسان لرفع وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشرها في المجتمع الفلسطيني، بالإضافة إلى ثقافة القانون الدولي الإنساني. طبعا الفئات اللي بتستهدفها وحدة التدريب هي كل الفئات المجتمعية بلا استثناء، عنا فئة الأطفال، النساء، رجال، عندنا فئة المحاميين، أطباء، حسب الفئات اللي بتكون بحاجة للعمل معها وحسب المواضيع اللي بنطرحها، بس إجمالا ما بنستثني أي أحد من المجتمع لرفع التوعية وتمكينه في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. أكثر طبيعة عملنا مع المؤسسات بنهدف لأكثر من رفع التوعية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بكون أكثر هدفنا أنه إحنا كمان نمكن المؤسسات والعاملين فيها من استخدام آليات الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان، لأنه بنحاول قدر الإمكان أنه نفعل وننشر هذه الآلية عشان يستخدمها المجتمع ككل لرصد الانتهاكات الإسرائيلية.
واللي بدورها راح تساهم في محاكمة الاحتلال والملاحقة القضائية للجرائم اللي بيرتكبها الاحتلال داخل قطاع غزة. وحدة المساعدة الفنية والتحشيد هي إحدى وحدات مركز الميزان لحقوق الإنسان. تقوم الوحدة بمجموعة من المهام تتمثل في أولا إعداد الدراسات ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا من خلال طاقم الوحدة. نركز على مواضيع ذات علاقة مباشرة بحقوق الأفراد في فلسطين والمتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي بالمناسبة متنوعة ما بين الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في السكن. أيضا هناك عمل يتمثل في ورشات عمل تنظمها الوحدة للتأكيد على حق ما أو مناقشة قضية ما تستحق مناقشتها والاطلاع على الآراء، ومن ثم تقديم توصيات أيضا لجهات الاختصاص. جزء من شغلنا أنه إحنا نقيم ونحافظ على العلاقات الموجودة مع المؤسسات المحلية والدولية، في منها يعني أجسام مهمة جدا بالنسبة لنا مثل الأمم المتحدة ومجموعات العمل المختلفة فيها. جانب آخر من الجوانب اللي بنعمل فيها هو الإعلام. المركز يدير موقع إلكتروني خاص به ولديه مجموعة من الأعمال على صعيد الإعلام المجتمعي، وهذا عمل كبير بيقوم فيه المركز من أجل إظهار رؤيته ووجهة نظره فيما يحدث في فلسطين للرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي. وأخيرا يعني كمان احنا بنقوم بمتابعة مع أصدقاء وممولي المركز الميزان لحقوق الإنسان وتجنيد الدعم اللازم وإدارة المشاريع وغيرها من الأمور. هذا باختصار ما يقوم به فريق الاتصال في المركز. يتلخص عملي في المركز في نشر كل ما يصدر عن المركز من إصدارات وبيانات وتقارير على الصفحة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة لمتابعة الميديا، بالإضافة إلى صيانة الأجهزة الإلكترونية والشبكة وتسهيل عمل الموظف. مركز الميزان لحقوق الإنسان مكتبة متخصصة بالقانون وحقوق الإنسان وما يتعلق من سياسة، من حقوق، من مرأة، من قضية فلسطينية. هدفها اللي هو تشجيع البحث العلمي في القانون وحقوق الإنسان ونشر ثقافة القانون وحقوق الإنسان. تقدم خدماتها لجميع أفراد المجتمع، خاصة القانونيين والحقوقيين ولطلاب الجامعة فيما يخص طلاب الدراسات العليا. المركز سوف يستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان. حقوق الإنسان ليست مرتبطة بفترة زمنية أو منطقة دون أخرى. نسعى إلى إنهاء هذا الانقسام مع كل الفاعلين السياسيين، نسعى إلى الوصول إلى الحرية والانعتاق. هذه أهداف أساسية
لدى المركز. وأعتقد أن أننا يحدون دائما الأمل على الرغم من ما نلاقيه كشعب وكأفراد من إحباط، ولكن الأمل قائم ونحن أصحاب حق. العدالة تستوجب العمل عليها مهما بلغت قساوة الظروف.